دونك عسلامة، مرحبا بكم. تو ان شاء الله باش نقراو لا ديكلاراسيون، ديكلاراسيون امبورتانت. اوكي، دونك لا ديكلاراسيون امبورتانت هذه كيفاش نستعملوها ووقتاش نستعملوها كل شيء. دونك خليكم معانا بعد الانترو. دونك كيما تشوفوا عنا ديف في وسط هوا، نعطيناه كلاس 1. اوكي، عطينا كلاس 1، عطينا background color و color و font size 40 بيكسل. اوكي، دونك ماهيش حاجة كبيرة. دونك نمشيو لل HTML بتاعنا. نفرضو توا نحنا ونفترض ان نحنا عنا ان كود جافا سكريبت اللي هو يجينيري ان ستايل هنا. اوكي، ان ستايل في background color. اوكي، في background color red. اوكي، دونك هذا يجيني جينير ان كود جافا سكريبت. اوكي، دونك نفرضو هكا. اوكي، دونك نعملو كنترول اس ونمشيو. دونك تعلمنا وحكينا عليها وفي السنتاكس وفسرناها انه الستايل، الستايل هذه كي نحطو هكا الكتيبة في ستايل أقوى من الاكسترنال ستايل. أوكي، هذا هي الانترنال ستايل أقوى من الاكسترنال ستايل، وهذا أقوى واحد. دونك تحط ستايل هنا ما يغلبوا حتى واحد، راهو يمشي ستايل اللي في وسط الباليز وفي وسط الاتش تي ام ال. أوكي، دونك هذا متفاهمين فيه، وهذا جينيريه ان كود جافا سكريبت مانيش أنا. أوكي، وأنا جيت باش نعمل اون اميليوراسيون في الكود باش نبدل. دونك شنو نعمل؟ تقول لي والله يخزر لي تي برا ما وفسخ هذا وسايب عليك وبرا يمشي للكلاس سي اس اس نتاعك وبدل. نقول لك هذا ما يتفسخش، هذا حتى كان نفسخه كي نعاود راني الفيشي يعاود يرجع على خاطر يجيني اللي فيه جافا سكريبت. اوكي، انا شنو نعمل باش نبدل الباك جراوند كلر نتاعي؟ اوكي، ما عنديش حل اخر غير نعمل دونك قول لي انت برا للمين بوان سي اس اس وبدل فيه وكذا. ساعات في شركة ولا في حاجة يولي عندك مثلا يقولك شو ما تمس حتى في شيء، ما عندك لكسي على حتى في شيء وما تبدل على حتى في شيء، يقولك اعمل في شيء متاعك جديد وتفضل اعمل لي موديفيكاسيون متاعك. اوكي، ما تقولوش ما نجمش، خاطرك تنجم. اوكي، بالطريقة هذه بشوفوها تاو تنجم. عندنا لا ديكلاراسيون امبورتنت. اوكي، امبورتنت هي دونك تعمل اوفر رايت على اي حاجه حتى على ستايل تغلبوا ستايل. اوكي، كان نجي انا لهنا واحنا ما عندنا الباك جراوند كلر ريد. اوكي، دونك انا تو باش نغلب هذا نعملت في شيء نتاعي سي اس اس جديد. اوكي، هذا وباش نقول له مثلا جراي. اوكي، باش نعطيه كلر جري ولا جرين. هاي مشيت معاك انا جرين. اوكي، دونك خليني نعمل كنترول اس ونمشي. فوالا، ما جاش جرين على خاطر احنا مازلنا ستار. دونك نجي لجرين هذايا ونقول له بوان ديكسكلاماسيون امبورتنت. اوكي، امبورتنت، نعمل اون ريجستري. دونك نعاود امبورتنت جي بعد لا بوان فيرغول. اوكي، قبل لا بوان فيرغول بلوتو. دونك نعمل كنترول اس نمشي نعاود. فوالا، انا تو عملت الاوفر رايت نتاعي على الباك جراوند كولر، جينيريه جافا سكريبت، جي عمل ستايل، عمل انلاين ستايل، عمل اي حاجه ما يهمنيش، مادام حطيت لاتريبيو امبورتنت راني نغلب كل شيء ونعمل اوفر رايت على كل شيء. به، ومعلومه اخرى، مثلا كي تجي باش تمشي شركة وباش تبدل، مثلا مش اختار شركة باش تبدل على واحد اخر باش تخدم بعده، فهمتني، باش تخدم عليه وخدم قبلك وباش تبدل سي اس اس ولا حاجة وما عندكش لاكسيل اللي في شيء هذيك، لازمك تخدم بالامبورتنت. اوكي، لازمك تخدم بالامبورتنت. وبور انفو معناها حتى كان لقيت واحد خادم في شيء نتاعو، في شيء نتاعو هو خادمه دو ان، معناها دو زيرو، معناه جوسكا لا فان، وحاطط امبورتنت في الشي في الفيشي نتاعو، راه ماهوش بروفيسيونيل. علاش ماهوش بروفيسيونيل؟ على خاطر انت كيف حاطط امبورتنت باش تعمل اوفر رايت، معناه انت ما عندكش الثقه في الكود نتاعك.
اوكي، ولازم يكون عندك ثقة في الكود نتاعك، ماشي النستينج صحيح، عامل الكلاس نتاعك صحاح، مش عامل تسمية معناها مسمي دو كلاس كيف كيف، مريق المنظم في الكود نتاعك، ما عندكش علاش تحط امبورتنت، علاش تحط فيه، تحط امبورتنت كان كي وقت اللي يبدا الكود مش نتاعك وتبدا ما عندكش لاكسي. اوكي هذه تفهمنا فيها، دونك لا ديكلاراسيون امبورتنت، ديكلاراسيون حلوه برشا، تعاوننا برشا وما نحطوهاش برشا، اوكي في نفس الوقت تعاوننا برشا وما نحطوهاش برشا، قلت لكم علاش وكيفاش. دونك ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومه هذه الامبورتنت، ان شاء الله في فيديوهات اخرين باش نتعلموا برشا حاجات اخرين مزلنا على بروشين، خليكم معانا.